كلنا بنحب نطبخ، كلنا بنحب ناكل اكيد، كلنا بنحب نحضر اكل، كتار منا بنزور مطاعم. فود سيفتي شغله صرنا نسمع فيها اكثر واكثر واكثر مؤخرا، مع انه موجوده من فتره. فود سيفتي اي كل القوانين والطرق يلي بنخلي فيها الاكل يضله جيد ما ينتزع. بتعرفوا الاكل اكتريته بينتزع بشكل سريع. ضيفي هو الاستاذ الياس كنعان، اهلا وسهلا فيك. الله يخليك، ثانك يو. عندك كتاب جديد يلي هو هايجين اند سانيتيشن فور ذا هوسبيتاليتي سيكتور، اي لا يعني للمطاعم وللفنادق، علما انه حتى بالبيوت وبالاماكن الخاصه يعني التطبيق ما بيأذى ابدا، بالعكس جيد جدا. الكتاب رح حطه هيك كرمال نشوفه على الكاميرا. صباح الخير، كيف صحتك؟ صباح النور، مبروك اول شيء على الكتاب. ثانك يو، ثانك يو. خلص حاليا ورح تمضي الاسبوع القادم؟ لا، الشهر الجاي ب 23 الشهر بالانديو. اوكي، بجامعه الانديو الساعه 5 بجامعه الانديو. نعم، الساعة 5 بعد الظهر. حضرتك مستشار اصلا بالفود سيفتي اجمالا. نعم، عندك خبرة طويلة بهالمجال، وقررت تكتب هالكتاب اجمالا. الكتب اللي عنا اياها يعني اللي بيشتغلوا بالمصلحة كتب اجنبية، ما عندنا كتب لبنانية بهذا الموضوع، ليش؟ دائما يعني اول شيء المقاربة تبع الكتاب جديدة واخذت معي 7 سنين تعملتها. نعم، انا مايكروبيولوجيست، انا بشتغل بالمايكروبيولوجي اوف فود، وعندي يعني خبره بلبنان وبالدول العربيه. بهالمجال لقيت انا انه حافز لإلي انه من بعد ما شفت الواقع اللبناني صراحه، اوكي، انه شو في باك ستيج، يعني شو في باك ستيج، ما وراء الكواليس، ما وراء الكواليس بالمطابخ الجوانيه، كيف التحضير عم يتم، كيف من وين عم تنشر البضاعه، كل الفود تشين، يعني من وين عم تنشر البضاعه، من ريبيوتبل سبلاير، يعني مورد حدا معروف معتمد او لا. نعم، اوكي، من هالمعتمد كيف بيسلم البضاعه تبعه بالمطاعم او بالفنادق او على اي حراره، كيف بيجيبها، هيدي كلها حوافز، اوكي، اعطتني هيك درايف او بوش او تقدر اعمل هالكتاب. يعني من كيف تستقبل انت هالبضاعه؟ لا، بتقول كثير صحيح. نحن لما اللحمه عندنا على الطاوله بالمطبخ، مطبخ مطعم او مطبخ بيت، مش هون بتبلش فود سيفتي. اللي عم تقوله كثير مهم، الاصل من وين؟ من وين؟ حتى من الذبح، لانه في وقت معين اذا عم نحكي اللحمه قد ايه بدها تقعد اللحمه، او الدجاجة، يعني حتى المعامل المسالخ تبع الدجاج او معامل الدجاج بلبنان، في عندهم طرق جديده هلا للتشيلينج ديسانفكشن. نعم، يعني لديكونتامينيشن اوف تشيكن. هلا في طرق جديده للديسانفكشن ما أنا معروف كثير بكل المعامل، يعني كلورين دايوكسيد. نعم، اذا بتنقع الدجاجه فيها الشلف لايف تبعها بصير احسن من ما، ليش؟ لانه الشلف لايف تبع الدجاج عاده 3 ايام اذا بتنقع بهالسوليوشن، اوكي، او بهالديسانفكتن. بس هذا الشيء ما كثير بيريح اللي عم بتقوله هون. نو 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 نو، هيدا الشيء كل شيء منه كيميكال ابيوز، يعني ما عم بعملها بالعكس، عم طول لها الشلف لايف تبعها، ما لا طعم ما لا ريحه، ما بتاثر على الواقع الانساني او على 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 على, على, على الفود كفود. اوكي، بس اليوم المجتمع اللبناني يعني حقه اول شيء يعرف شو عم بيصير، لانه مثل ما عم بتقول وراء الكواليس. انا ماني كثير بعيد من الدومين، وبعرف قديش في شركات تتعب لتحسن حالها لتشتغل ستاندردز مثل ما لازم، وقديش في ناس بمكان ما بتوفر شوي شوي شوي، ولكن ما بتعرف انه بتحط ناس كثير بتحطهم فرد مرة. بتعرف كثير ناس يعني هذه شغله كثير مهمه، عم تحكي عن صحه ناس، عم تحكي انه عدد كبير من الناس ممكن يفوتوا على فندق، على مطعم، على مكان في مسؤوليه كثير كبيره ويتسمموا. ما في قوانين، ليش؟ لبنان في دكاتره كثير بلبنان، بتعرف لبنان في 43 جامعه، اكبر 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 دوله بالعالم العربي فيها جامعات، وهيدي حافز لهم انه في عصبه من هالدكاتره اشتغلوا على الفود سيفتي لو، على القانون سلامه الغذاء، وقدموه للدوله، والدوله بتعرف مثل العاده يعني
في كثير مع انه موضوع كله مفروض نتفق عليه. او يا انه اللبنانيين بيختلفوا على كل شيء، بيختلفوا على السياسه، بيختلفوا على 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 الكالتشر، بيختلفوا على كل شيء، عندهم خلافات كبيره وعموديه، بس بيتفقوا على شغله واحده هي السلامه الصحيه للاطعمه. انا ما فيني طعمي ابني شغله تسممه، او انت كمان أو بس اذا منك عارف يعني بتعرف ما في قانون. ما عندك شيء تحضر حالك او تعرف يعني عم تختبر. يا اما محل بتعرف انه صيته منيح ريبيوتابل، يا اما بدك تاخذ ريسك. من هيك انا عملت هالكتاب للبروفيشنالز، للاكزيكتيفز، للعالم اللي بتشتغل بالاطعمه يكون عندها حافز لريفرنس معين يعني نقدر نشتغل عليه. بنفكر لما بنحكي بسلامه الغذاء انه في كم ماكولات، مثلا نحكي بيض، نحكي مايونيز، انه هول هن، بينما بالحقيقه في عدد كبير اذا مش كل الماكولات يلي ممكن تكون يعني تكون خطره. شو الماكولات يلي ما بنفكر فيها لكن يلي فيها ريسك كبير؟ مثلا مثل هالايام المواطن اللبناني بيعمل اوزي او بيعمل تركي او حبشه. شو مش حبشه؟ في في فيها رز، والرز اذا ما عرف يتعامل معه بطريقه مزبوطه بيسمم. الرز اخطر من الاوزه؟ كل وحده الى بكتيريا معينه بتتفاعل فيها. بس البكتيريا موجوده، هي حياه بالنتيجه. نحن يعني اللي بدنا نعمله انه نتحكم فيها، ما هيك؟ نعم. مثل هالكيس هيدي او هال بيجي الرز، بينطبخ الرز، بيتبرد، اوكي، اذا انحط برات البراد انه هذا مطبوخ. نعم. اوكي، في نوع من السبوروفورم بكتيريا بتعيش بالرز. هلا اذا حطيت هالكميه كبيره او عم تعمل ل ل لعالم كثير، اوكي، حفله او عرس، او حطيت الرز هذا ما بيصير له شيء لانه مطبوخ. بالعكس، خلال الليل هالسبوروفورم تنقل للفيجيتاتيف سبوروفورم وبتعمل هالسموم. هلا اذا بتعمل لها فليبنج انت ثاني نهار بتسخنها شوي، هيدي بتحمل حراره 120 درجه. البكتيريا؟ لا، السم. السم بيحمل 120 ديجري سنتيغريد. يعني اذا رجعنا طبخناهم ما بنكون قتلناهم، ما بنكون شلناهم. بسموها هيت ستيبل، يعني ما بتموت على الحراره. هلا اذا اكل هالاشخاص اكلوا الرز، اوكي، مثل ما شايف، مثل سبوروفورم، هذه سبوروفورم، اوكي، كانت سبور تحولت لفيجيتاتيف وانقسمت على بعضها وكاثرت، اوكي، عملت اكتيفيشن، عملت جيرمينيشن، عملت اكتيفيشن، عملت اوت جروث، وهون ورجعت عملت سبور. هل 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 السيل وول اللي شفتها او سبور، شو فينا نقولها بالعربي بس ما يفكروا الناس انه الفيروس عمل سبور؟ اتس بكتيريا عندها تو سايكل، اوكي، ما بعرف بالعربي شو بسموها، اوكي. بس الفكره انه بنفكر انه الهيت او الحماوه نار قتلت، بجزء ايه مزبوط لما انطبخت، من بعد ما رجعنا بردناها او تركناها على حراره معتدله بردنا. نعم. البكتيريا بتحب هالاماكن، بتحب الاماكن الدافيه، بتحب الاماكن الرطبه، بتحب الاماكن الزوايا. خبيث البكتيريا. البكتيريا مثلنا نحن، بدها اكسجين، بدها مي، بدها هيت تمبريتشر، نفس الشيء مثل بدها نفس الكومبوننت تبع الانسان. هلا اذا هل كل هالكومبوننت والبي اتش، بدها بي اتش، بدها اسيديتي معينه، بدها اسيديتي معينه، لانه الاسيديتي تبع خصوصا هذه بتجي على الاسيديتي النيوترال. بس في كمان في منهم بيحبوا الاسيديتي العاليه، في منهم بيحبوا تكون بيسك اكثر. يس، بيسك اكثر. Thank you very much, Elias Kanaan, for this visit. هذا الكتاب يلي كتبته، لكن رح تمضيه الأسبوع الشهر الجاي بجامعة الانديو، للفنادق، للمطاعم، للناس يلي بيحبوا يشتغلوا بالأكل إجمالاً، يعرفوا أنه في طرق عديدة مهمة جداً. إذا ما في قانون، هيدي مسؤوليتنا نحن لعيالنا، لأصحابنا، للناس اللي عايشين معهم، أنه نحترم الأشياء البدائية. Sure. ونشيل البكتيريا والسموم الموجودين بشكل
مظبوط. ثانك يو فيري ماتش. شكرا على زيارتك. رح ناخذ كمان بريك ونرجع نكمل اللايف من بعده. ثانك يو.